سبق معكم في الدرس الماضي في تفسير الآية في سورة المائدة وما أنهيناها وهي قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إذ يعني اذكر أيها المسلم يوم قال الله لعيسى ابن مريم إذ الخطاب أول موجه لسيدنا رسول الله ثم بعده لكل مسلم ومسلمة اذكر أيتها المسلمة اذكر أيها المسلمة نعمة الله على عيسى ابن مريم وعلى والدتك اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك دعمتك وقويتك بروح القدس روح القدس لقحت روح الأنبياء والمرسلين وتلقح روح عباد الله الصالحين بمقدار تقرب العبد إلى الله عز وجل كما ورد في الحديث القدسي إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن أقبل إلي يمشي أقبلت إليه هرولة فإذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام بما كان ينزل عليه من وحي ومن حكمة بحسب ما يليق بمقام النبوات تكلم الناس في المهد وكهلا وهو رضيع قام في بني إسرائيل في اليهود معلما يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا تكلم في المهد في المهد يعني بالإنداء في السرير وهو رضيع وإذ علمتك الكتاب يقال أن الكتاب يعني الكتاب بالقلم وقد يقال علمه أحكام الله عز وجل وحكمته وما يؤهله لأن ينشئ ويبني أمة مؤمنة